معلومات مثيرة عن حكيم وزوجته، وصحيفة بريطانية تكشف كواليس جديدة عن زوجته هبة عبود. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا عودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. وتحت عنوان النجم المغربي أشرف حكيم متزوج واحدة من أجمل ممثلات العالم، تحدثت الصحيفة عن الممثلة الأسبانية التونسية الأصل هبة عبود وكيفية لقائها بالنجم العربي. وقال تقرير ديلي ستار إن حكيم ولد في مدريد بأسبانيا، وتم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في 7 من عمره بينما كان يلعب لأحد الفرق المحلية. انطلقت مسيرته الكروية خلال فترة إعارته لمدة 2 في بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول. وأثناء وجوده في ألمانيا في عام 2018 التقى بزوجته هبة عبود البالغة من العمر 36 عاما، وهي ممثلة رائعة من أصول تونسية وليبية وولدت أيضا في مدريد. تزوج بعد 2 من لقائهما في عام 2020، واستقبل حكيم ابنه الأول واسمه أمين في نفس العام. وقيل إن الأيام الأولى من علاقتهم الرومانسية كانت تتكون من السفر المستمر للمسافات طويلة عبر أوروبا أثناء وجود حكيمي في ألمانيا. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.